اختتم صباح اليوم بقوة دفاع البحرين وبحضور سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة التمرين المشترك لمكافحة الإرهاب الحسم واحد بمشاركة الحرس الملكي والقوة الخاصة الملكية وسلاح البحرية الملكي والحرس الوطني ووزارة الداخلية. ويعد ذلك أول تمرين مشترك لمكافحة الإرهاب يعنى بجميع الأطراف المختصة في مكافحة الإرهاب ويجمع 5 أقسام مختلفة من عدد 3 وزارات للقوات المسلحة والأمن بالمملكة. بدأ التمرين بكلمة ألقيت بهذه المناسبة قدم من خلالها إيجاز عن سير مراحل التمرين وما تضمنه من برامج تدريبية بالإضافة إلى عرض فيلم عن التطبيقات والتمارين التي نفذت والتي تهدف إلى التأهيل ورفع كفاءة المشاركين. بعدها تفضل سمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بتوزيع الشهادات على المشاركين في التمرين المشترك مشيدا بمستواهم المميز الذي قدموه خلال التدريب والذي اتسم بالكفاءة العالية. وأكد سمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة أن التدريب المستمر الواقعي الذي يجمع الكفاءة الوطنية مع الخبرات الحديثة في هذا الشأن من الدول المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب سيساهم في وصول المشاركين في هذا التمرين إلى مستوى احترافي متقدم، حيث سيتم خلاله اعتماد التقنيات والأساليب التدريبية الليلية والنهارية وفي شتى الميادين وتحت مختلف الظروف وتوحيد معظم المبادئ الأساسية لمكافحة الإرهاب من خلال إيجاد حلول مقترحة ومشتركة التي من شأنها الإسهام في إنجاز مهام مكافحة الإرهاب بأعلى درجات الكفاءة والدقة والمهنية لرفع مستوى الأداء والوصول إلى التميز بهدف تعزيز الواقعية والاحترافية في إدارة أزمة مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني. وأشاد سمو قائد قوة الحرس الملكي بالمستوى المتميز الذي وصل إليه التمرين منوها إلى أن هذا التمرين سيحظى باهتمام ودعم متواصل وذلك لأهمية تواصل عملية تدريب وتأهيل وتطوير العناصر العسكرية من خلال استمرار التدريب السنوي لتمكينها من العمل في أداء مهام مكافحة الإرهاب بكل فعالية وعلى أكمل وجه وعلى أعلى المستويات والسعي ليصبح هذا التمرين رافدا متميزا في برامج التدريب والإعداد وتوظيف الخبرات المكتسبة في مجال مكافحة الإرهاب. وقد أعرب سمو قائد قوة الحرس الملكي عن شكره وتقديره لكافة المشاركين في التمرين على الدور الكبير الذي بذلوه خلال مجريات التمرين. وفي الختام شكر القائمين على التمرين من الضباط وضباط صف والمدربين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم والنجاح.